أغلبية المواطنين المقيمين اللي موجودين في دولة الكويت يعانون من نقص الفيتامين د لأسباب مختلفة. تقريبا الدراسات تقول ما بين 85 إلى 90%. ضروري جدا خاصة في فترة رمضان وأيضا في الأماكن في العلاقات الأخرى أن الأطعمة تكون تحتوي على كمية كافية من الفيتامين دي. شنو الأطعمة اللي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامين دي؟ الألبان بكل مشتقاتها، الجبن، اللبن، البيض، هذا جدا مهم. ولكن أيضا موجود في الأسماك، خاصة الأسماك الحمراء مثل السالمون، والأسماك البيضاء مثل التونة تحتوي على كميات محترمة من الفيتامين دي.